ايه يا حبيبتي؟ انا مش هروح المدرسة تاني. ليه بس يا فريدة يا بنت؟ عشان صحابي اتنمروا عليا بسبب شغلك، والميس قالت لي ما تجيش تاني. ملهمش حق، ما تزعليش نفسك يا حبيبتي، اطلعي انتي وانا بكرة الصبح هروح للمدرسة دي واتكلم معاها. ميس، انا عايز اروح الحمام. مش وقته دلوقتي، في حصة، يلا على الفصل. لو سمحتي يا استاذة، مكتب النظافة على اليمين. لا لا، انا كنت عايز حضرتك بس في كلمتين. طب روحوا يا اولاد يلا على الفصل دلوقتي وانا جاي. ماشي يا ميس. حضرتك، انا والد فريدة اللي حضرتك طردتيها امبارح من الحصة. والد فريدة؟ هو انت ازاي اصلا بمنظرك دوت تسمح لبنتك انها تخش مدرسة زي دي؟ انت متعرفش المدرسة هنا فيها اولاد مين؟ طب انا جيت للمديرة ودفعت لها المصاريف وهي وافقت تدخل بنتي معاك. وانا ما يناسبنيش واحدة زي بنتك تبقى عندي في الكلاس. اتفضل يلا من هنا. ايوه هتروحي يا حبيبتي، بس هتروحي مدرسه جديده. ليه كده يا بابا؟ انا بحب المدرسه دي. معلش يا بنتي، هي الدنيا دي كده، ما بتديش كل حاجه. صباح الخير يا راجل يا طيب. صباح النور يا ست هاني. ايه يا فريده، ما رحتيش المدرسه ليه؟ ميس طردتني. وايه السبب؟ طب روحي انت يا فريده العبي هناك. معلش يا ست هاني، بس المدرسة منعت فريدة ان هي تخش الفصل. قال ايه؟ بسبب ان انا شغال عامل نظافة. ومال عامل النظافة؟ مش انت دافع المصاريف كلها؟ والله العظيم دافع كل حاجة وجايب الكتب، بس عشان المدرسة كلها ولاد اكابر واحنا على قد حالنا. ولا يهمك، ما تزعلش نفسك، وانا خالي فتح مدرسة جديدة وهقدم لفريدة وهعفيت من المصاريف كلها. انت بتتكلمي بجد يا ست هانم؟ ايوه طبعا. ربنا يبارك لك يا رب وما وقعك في دقيقة ابدا انت واللي زيك. كفاية انت ماسك المدينة كلها ومنظفها كمان. ربنا يخليك يا رب ويكبر بخاطرك.